ورد حديث مفاده أن أعمال العباد ترفع يوم الاثنين والخميس، فيقول الله للمتخاصم للملائكة في شأن المتخاصمين وقد غفر للعباد: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يفيئا. أما عن متى يجوز الخصام؟ إذا كان الهجران لله، وذلك الهجران لله ينتهي إذا انتهى الشخص العاصي عن معصيته وينكف الظالم عن ظلمه، والله أعلم.